أيها المصريون، قد مدح ربنا أرضكم في كتابه، قد مدح الله تعالى أرضكم في كتابه وطهرها منذ سالف الدهر، فقال جل وعلا فاتحا لأرض مصر لما طهرها من فرعون وقومه، قال جل وعلا مادحا أرض مصر: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر إلى الفردوس فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زروعها ويزهر ربيعها وتكسى بالنوار أشجارها وتغني أطيارها. نعم، إن مصر مهيبة الجنان، محببة للأهل والأصحاب، مؤنسة للزائرين والأغراب. العرب مقرون بفضلها، والعجم إكرام، والعجم